محمد الشيعي السوداني مطالب بأن لا يلتفت خلفه لما يرونه الأحزاب. إذا رجع نفس التوافقية، الكتلة الكردية تريد فلان وزارة، والدعوة يريدون فلان وزارة، والفتح يريدون فلان وزارة، والحلبوسي يريد فلان وزارة، أي بمعنى صح سوف تكون نفس الطاسة ونفس الحمام، أي لا جديد على الساحة السياسية. لكن يجب أن يرى بنفسه مرآة عينه، بأن يرى صوب الصواب، لأنه اليوم أقل خطأ على السيد محمد جاعز السوداني بهذا الموضوع سوف يخرج إلى نقاط السلبيات ولم يكن بديهيا بالطرح. ليش؟ لأنه لازم يكون توافقي، لازم يكون أغلبي. نعم. يرجع للأغلبية اللي هي الصدرية. ليش؟ لأنه هو تواجد سياسي لا نظير له ولا يقبل القسمة على اثنين. احنا ليش نقول الكتلة الصدرية إلها باعها؟ الكتلة الصدرية، الحكومة بدون كتلة صدرية، يعني خلينا نكون واقعيين، احنا ما نكذب على نفسنا. هذا واقع حالي سياسي بالعراق صار لها من سنة 2005 ولغاية الآن، سجالات وتهاترات سياسية، والخاسر الأول والأخير الشعب العراقي، ليس الكتلة السياسية. قاطبة إذا كانوا الكتلة الصدرية أو دولة القانون أو غيره أو غيره أو السنة أو الإكراد، الخاسر الأول والأخير من هذه المناكفات، من هذه التنازعات، من هذه الصراعات على المقاعد، سببها الرئيسي الأحزاب والكتل السياسية التي ترأست الهرم ولم تجد حلولا جذرية إيجابية لكي تخرج بإيجابيات الحلول، إكراما وتحية وإجلالا للشعب العراقي. هذا الموضوع يجب أن يأخذوه بنظر الاعتبار للكون، أن السيد الصدر مراقبا للعملية السياسية بأسبوع، بشهر، بشهرين أو بستة أشهر قد يكون، لكن الشارع قد يغلي إذا ما تمكن السيد محمد الشيعي السوداني من وضع النقاط الحقيقية على الحروف الحقيقية ويرسمها رسمة الفنان. يا أما رسمة فنان أو يرجع حزبوي فئوي، فأنا أقول راح يفشل، لأن الفئوي والحزبوي راح يعني راح يعيش نفس الحالة اللي عشناها. طيب أستاذ.